خالص نقول كده في الاول خالص الكميه الفلانيه اللي وحده بتاعتها كذا يعني مثلا تقيس مثلا طول يبقى الوحده كام متر او سنتيمتر في المعمل بنسيه يا سيبها سنتيمتر فدي جراف الجراف يونتس الجراف نقط النقط بتعملها خط يمثل المتوسط بتاع النقط حاجه عادي شويه وقبلها فوقيها شويه وتحتها شويه لما تحسب السلوك بتحسب السلوك من الخط اللي بترسمه مش من النقط بتاعت الجدول لو تصادف النقط الجدول جت على الخط اللي انت رسمه يبقى بره الاساس في الموضوع ان انت تحسب السلوك من النقط بتاعت الخط اللي انت بترسمه لان الخط ده وظيفته انا برسم خط ليه يعني انا وصلت في الامتحان معاك بترسم خط ليه انا بعرف نقط الجدول وكل النقط هتحسب الفرق واقع على ان شاء الله بترسم ليه خط ارسم خط علشان تقلل نسبه الخطا في الحسابات كل نقطه النقط اللي في التجربه فيها خطا بلس ماينس يمكن 2% 5% ما اعرفش فانت بتقلل الخطا ده ان انت تاخد متوسط النقط متوسط النقط تعالى الجراف اسمه خط متوسط فالخط ده بيعدي ما بين النقط علشان تاخد الافرج لو في نقطه فيها خطا بالزياده ونقطه فيها خطا بالنقص يجي خط ده يعدي ما بينه ويبقى خطاط الخط مفيش نقطه ليها افضليه على نقطه ثانيه في النتائج اللي بتطلع لك انت ما تعرفش مين فيهم صح فانت بتاخد المتوسط علشان تحسن النتيجه لو سمحت ما تتعبناش في التفصيل خد نقطتين من على الخط وقول لي انا خدت دي وخدت دي ودي احداثياتها كذا ودي احداثياتها كذا وخدت منهم من السلوك حساباته بالتفصيل انا خدت النقطه دي احداثياتها كذا النقطه دي احداثياتها كذا فرق الواي كذا فرق الاكس كذا ده على ده قطع ويونت في الاخر ما تقلقوناش في التصحيح الاعداد ضخمه والوقت عندنا ما عندناش مان باور كتير في القصه فالاعداد ضخمه جدا فاحنا بنتعامل مع كل ورقه فرق تلاقي جدا ما تقلقناش الحاجه الثانيه وانا كمان عملي هاخد معاك جراف عشان اتاكد ان انت مش حافظ الجراف وهتجيبهم في الورقه وتمشي يبقى الطلب مش حافظ من الطلب الثاني حل الموضوع ده ايه؟ حضرتك ذاكر كويس جدا الفيديوهات اللي موجوده على النت الفيديوهات دي لو انت ذاكرت كويس وعملت اللي فيها وفهمت اللي فيها القوانين تعريفات الكميات علاقات الكميات ببعض في اي قانون مثلا اتش بيساوي ماينس كي تي باي اكس ناقص كي بي وكي والاكس والاتش والحاجات دي مين فيهم بيعتمد على مين ومين ما بيعتمدش؟ مين فيهم بيتغير مع مين ازاي؟ الحاجات اللي لو انت فاهمها عرفت تطلع نتائج عرفت ترسم جراف هتعدي 50 سنه. 50 سنه ده رقم كبير قوي مش لازم. خلاص ال 10 ال 30 دول للطالب اللي عايز يجيب امتياز. كويس؟ حاجه اخيره بقى بخصوص الامتحان اللي جاي الحمد لله المخليه كان حاجه يعني الامتحان دي كان حاسه الامتحان ما كانش ياخد هو كان اصعب شويه احنا ساعدناكم في التصحيح وبنساعد دايما حتى بس في الوسط انه انا شخصيا صلحت اخر اربع سكاشن من الدفعه 45 46 47 في هذه الاربع سكاشن محدش جاب ما اسمه انت كانت صحه جنه جنه محمد الله وليد سيد محمد دول مش كده طيب خلاص كده تلاقي واحد مثلا ودي منطقيه هو ايه اللي في غلط واحده في الماجنتيزم فاكر منه درجتين ماشي حد واحد بس كان 19 مراعي ثلاثة على تي تي يعني تحل الامتحان كله خط وتيجي تي تي ثلاثة على تي تي